اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى به وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إن شاء الله اليوم المجلس قبل الأخير، والخميس القادم إن شاء الله ننتهي من الكتاب المبارك وتأخذون السند المتصل إلى مولانا المنذري رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه. آمين آمين يا رب العالمين. يلا سيد، حديث 23. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا معاذ المراد مين؟ معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، مات في طاعون عمواس سنة 18، كان عمره 36 إلى 39، مات في طاعون عمواس. وكلمة طاعون يعني مرض أو وباء عام زي كورونا كده، كورونا ده يقال له طاعون، وباء مرض عام ولا شيء. فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هو المراد هنا أرسله إلى بلاد اليمن، وهو أول قاضي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الشهادتين كما تعرفون بشروطها الخمسة: النطق للقادر، ولفظ أشهد، والترتيب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموالاة، وعدم الإكراه. خمس شروط. قول سيدي. فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات. خمس صلوات، الأصل في الأمر أنه يفيد التكرار ولا يفيد المرة؟ الراجح أصوليا أن الأمر يفيد المرة ما لم يأتي دليل على التكرار، وأنا عندي دليل: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم وال، يبقى ده دليل على الإيه؟ على التكرار. نعم سيدي. في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الصدقة نوعين: صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة نافلة وهي التطوع العادي. هنا المراد الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني إيه كرائم أموالهم؟ يعني لا تأخذ الجيد وتترك السيء، خذ من الجميع. يعني أنا عندي دلوقتي أرز بمئة جنيه الكيلو، وأرز بخمسين، وأرز بعشرة، أنا أخرج الزكاة من العشرة، والذي يأخذ الزكاة يريد يأخذ من المئة، لا، خذ من الجميع، خذ من الإيه؟ فلا تصطفي الأفضل وتترك الأسوأ، هو ده معنى كرائم أموالهم. نعم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الظلم هو مجاوزة الحق، فمن تجوز عن حقه هو المظلوم، ومن تجاوز هو الظالم. اتقي يعني ابتعد عن دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب، أي مقبولة، فإذا دعا المظلوم على الظالم استجاب الله له، وإن تأخر الاستجابة أو تأخرت الاستجابة فهذا يدخل في قوله: إنما نمد للظالمين مدا، أي يتركهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم سيدي. الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي إيه؟ أبي سعيد. معلش، صايم، هو صايم يا سيد مصد؟
صائم لسه صاحي من النوم تماما، ما شاء الله ما شاء الله. كنت نائم؟ نائم، ماذا رأيت في المنام؟ تذكر تذكر، شفت ايه في المنام؟ لا تذكر؟ لم ترى انك تأكل دجين في المنام؟ لا تتذكر الاحتفال القدح للمتزوجين يوم السبت؟ مفيش في الأحلام حمزة. تروح ولما حد يكلمك قول لهم أنا متزوج، أنت متزوج، تزوجت مين؟ قول لهم تزوجت الدنيا. خلاص روح افطر. عنصريين عاملين إفطار للمتزوجين فقط، طب يعني سنجل ده يموت؟ سؤال. إنما يتقبل الله من المتزوجين، استغفر الله العظيم، يعني كتب عليكم الصيام للمتزوجين يعني ولا ايه؟ مش عارف انا. ربنا بيقول يعني الحديث يقول افطار صائم ولا قالوا افطار متزوج؟ هو الافطار ده بدعه وكل بدعه ضلاله. استغفر الله العظيم. افطار للمتزوجين، المفروض يا عبد القادر احنا نعمل ضدهم افطار للعزاب فقط. ايه رايك نعمل حمله افطار للعزاب؟ لو هم عندهم دجاج اثنين احنا نعطي ثلاثه. موافق ولا منافق؟ منافق. خلاص اقرأ يا فاطر رمضان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي من الفضة صدقة. هنا الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نصاب الزكاة. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نصاب الزكاة. الزكاة لغة النماء، وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ بكيفية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. فرضت الزكاة في العام الثاني للهجرة في شهر شعبان في المدينة. الأموال الزكوية خمسة. هنا نص في الحديث على مين؟ الزروع، لكن هي عندي المواشي و النقدين، الزروع والثمار، عروض التجارة، المعادن والركاز خمسة. المعادن والركاز خمسة. شاء الملك العلام سبحانه وتعالى إن نصاب زكاة الزروع خمسة أوسق. خمسة أوسق، الوسق ستون صاع، يعني 300 صاع ده نصاب الزكاة، والصاع حفنة باليد الإيه؟ المعتدلة. حسبوها بالكيلو، في بعض الزروع خفيف فيكون يعني اليد أكثر، قصدي يعني أخف شوية لكن الكمية كبيرة، فقالوا 510 جرام. لو 510 جرام إذن الخمسة أوسق تساوي 612 كيلو من غير قشر. طب لو ثقيل، قالوا المد 600 جرام. لو 600 جرام يبقى الخمسة أوسق 720 كيلو خالية من القشر. فالأرز بالقشر ثقيل، من غير القشر أقل شوية. فهل نحن نأكل الأرز بالقشر ولا من غير قشر؟ يبقى لابد أن نترك القشر. لو قلنا مثلا 3 طن ممكن بدون القشر يكون 2 طن، يبقى أنا أخرج زكاة 3 طن ولا 2 خالي من القشر. إن كان يزرع مجانا من الماء مجانا يبقى نخرج العشر 10%، أما إن كان يزرع بمال فسنخرج الخمس 5%، يعني 1000 عليه 100 كيلو أو 50 كيلو. طيب زكاة المواشي، الشيخ نص على الحديث نص على الإبل فقط. الإبل النصاب يبدأ من 5 فيها خروف، والبقر 30 فيها بقرة عمرها سنة، والغنم 40 فيها غنمة واحدة فقط. ثم الشيخ ذكر نصاب الفضة،
الذهب 20 مثقال، يعني 85 جرام ذهب. الفضة 5 أواقي ما يساوي 595 جرام فضة. 595 جرام فضة. نعم. الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال. الهلال احنا بنمشي مع القمر، والقمر بيختفي في آخر 3 أيام وأول 3 أيام، يعني أول 3 ليالي، ويظهر في اليوم الثالث في الشهر الجديد. الأيام الثلاثة الأخار والأوائل اسمهم أيام السود عشان ما فيش قمر. فهنا الحديث بيتكلم عن كيف نعرف الصوم. الصوم فرض في العام الثاني في شهر شعبان مع الزكاة. والصوم لغة الإمساك عن المفطرات، وشرعا الإمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها بنية التقرب إلى الله، بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. رمضان يثبت بحاجتين أو بواحد من اثنين. واحد، أن نرى الهلال ليلة 29، لا ليلة 30، يعني بعد انتهاء ليلة 29 غدا إما 30 أو 1 رمضان، ليس ليلة 29، بعد انتهاء يوم 29 انتهى اليوم الحمد لله. هنا نبحث، رأينا الهلال يبقى إذن بكرة واحد العيد. كم واحد شاهد؟ أنا عايز 2. طيب رأينا الهلال يبقى بكرة رمضان. كم واحد شاهد؟ أنا عايز 1. يبقى رمضان يثبت برؤية كم؟ ويخرج برؤية كم؟ بشرط أن يكون عدلا. إيه شروط عدالة الرأي؟ إسلام، بلوغ، عقل، عدم ارتكاب الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر، المروءة. المروءة الأخلاق. طيب فإن غم عليكم لم نرى الهلال، فنكمل عدة شعبان كم يوم؟ الأصل إن الشهر العربي 29. الأصل في الشهر العربي كم؟ 29. قول سي. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموه، وإذا رأيتموه فأفطروه. يعني يدخل نصوم، يخرج نفطر. لكن خلي بالك في الفرق في الشهادة. دخول رمضان كم شاهد؟ خروج رمضان كم شاهد؟ خلي بالك. نعم. فإن أغمي عليكم فعدوا 30، أخرجه مسلم. الحديث 26. كل مسلم، ما فيش مؤمن أبدا. نعم سيد. 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يا سلام، إيه الكلام الشديد أو ده أستاذ مقسطه؟ إيه معنى الموضوع؟ الإنسان سمي إنسان لأنه إيه؟ ينسى. فنسي وأكل، نسي وشرب، ممكن نسي وجامع، ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن. ليه؟ أنت اتجوزت؟ طب فاقد شيء لا يعطيه بتتكلم ليه؟ استغفر الله العظيم، أنت لسه صغير يا ابني، مش فاهم حاجة. ده افتراضا الفقه يقوم على الإيه؟ افتراض. لو حصل نعمل إيه؟ هل صائم ولا فاطر؟ الجواب
أن من أكل شاربا أو نسي شاربا أو جامع ناسيا، كل ناس كل ناس حكم إيه؟ أنه صائم ورفع عن أمة الخطأ أول نسيان. لكن هنا النسيان فإنما أطعمه الله وسقاه فهو يكمل صيامه عادي، لكن المخطئ ليس عليه عقاب وإنما عليه قضاء. مين هو المخطئ؟ أنا الآن ظننت أن المغرب أزن فأكلت، بعدما أبلع الله أكبر، إيه الموضوع؟ مولانا أنت سمعت الأذان في الكويت، عشان أنا بتفرج على برنامج في الكويت، إذاعة الكويت، والكويت قبل مصر بساعة. ده ناسي ولا مخطئ؟ لا نقول بوزر، وإنما عليه الإيه؟ القضاء. طيب نفس الفكرة، معظم المصريين بيحبوا يسمعوا قناة مكة المكرمة ويسمعوا القرآن الكريم، فأذن للصبح لمكة، ها قصدي أذن للإيه؟ للمغرب لمكة. طب نعمل إيه؟ أنا هيئ إلي أن الفجر لم يؤذن، ليه؟ في قرآن يقرؤون قرآن في المسجد، فأنا قلت الحمد لله ما دام يقرؤون قرآن لسه الصبح لم إيه؟ لم يؤذن له، فأنا أشرب ماء. فجأة المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إيه الموضوع؟ قالوا هذا القرآن يقرأ بين الأذان والإيه؟ والإقامة، في بعض المساجد كده بين الأذان والإقامة يقرؤون إيه؟ قرآنا. السؤال أنا أعمل إيه؟ أنت ناسي ولا مخطئ؟ مخطئ، يبقى عليك الإيه؟ القضاء. رفع الوزر، لكن الناسي لا يتذكر أنه صائم، لا يتذكر أنه إيه؟ ثم خففت الشريعة الصائم فريضة، أما من كان في صوم التنفل 2 و5 13 14 و15 فهو فاطر ولا يعيد، فاطر ولا إيه؟ ولا يعيد. قول لي سيدي. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولما أيوة ولما استطعتم. نعم. ثم قال ذروني ما تركتكم. حلو، هو عاوز ايه؟ عاوز يقول هل انا مكلف احج كل عام؟ ده السؤال. نعود الى القاعدة الأصولية شرحناها من قليل، الأمر للوجوب إذا كان خالي عن قرينة. جميل أوي. يعني إيه خالي عن قرينة؟ ولله على الناس حج البيت، يعني حج، يبقى الحج إيه يا مولانا؟ فرض عين على من توافرت فيه الإيه؟ إيه هو الحج قبل الشروط؟ الحج لغة القصد، لغة الإيه؟ طب وشرعا؟ قصد بيت الله الحرام لأداء النسك. متى شرع الحج على مذهب الشافعية؟ في العام السنة الثانية، بس عشان مقصد بيقول كلام جميل قوي. قول زاد مقصد تنسى وانت في مصر، ما لما تروح ماليزيا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا مقصد؟ استغفر الله العظيم. تأسعد السنة السادسة، تأسعد المالكية عندهم سنة كام كمان؟ طيب يعني انت بتقول سبعة، لا شافعية ولا مالكية، يعني شفت وفي عشرة. طيب ستة على مذهب الإمام الشافعي وأتم الحج
عمرة، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة فمنعوه، ففعل العمرة سنة 7 وسنة 8 وسنة 10. الحج أول حج رسمي خرج كان بقيادة سيدنا أبو بكر، وكان العدد 300، وكان سنة كام؟ 9. خلاص. الإمام النووي من الشافعية قال 8، لكن الشافعية عندنا 6. شروطه إيه؟ إسلام، بلو، العقل، الحرية، العبد لا يملك من أمره شيء، الاستطاعة بالمال والنفس، أمن الطريق. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، يعني معاك تذكرة الطيران معايا، معاك أموال تاكل وتشرب في الحج معايا، توكل. اليوم اختلف في تأشيرة، صح؟ فصارت الاستطاعة هنا، التأشيرة دي أمن الطريق، من الذي يسمح لك بالطريق؟ الحكومة، سواء هنا أو هناك. فالموضوع يعني اختلف، لكن الحمد لله إن دي إن الشروط الاستطاعة، الاستطاعة بالمال والاستطاعة بالإيه؟ بالنفس. كان زمان موضوع بسيط خالص، يشتري ناقة ومع السلامة. لكن النهاردة لو تشتري طيارة كيف مع السلامة؟ مطار يفتح مطار يغلق، دولة تدخل بتأشيرة، في أعداد مرتبطين بها، كل ده يدخل فين؟ في باب الاستطاعة. فهنا السائل يسأل يا رسول الله كل عام نقوله الأمر يفيد المرة ما لم يأتي دليل على التكرار، أهو ده دليل على عدم التكرار. لو قلت نعم لإيها لوجب، طب لو وجبت لكان في 50,000 مشقة. اترك المال الساعة 2، قايل لك السجاير الساعة 2:30، ها اترك المال مش مشكلة، الحج الآن مش مال، واترك الصحة مش مشكلة الصحة، لكن فين الوقت؟ كل عام 15 يوم على الأقل، مستحيل. ومن هنا المشقة تجلب الإيه؟ خلي بالك، المشقة تجلب التيسير. قول يا سيدي. فإنما هلك من كان قبلكم من، ده مهم، ده مهم، أسباب هلاك الأمم السؤال فيما لا يعنيهم، أسباب هلاك الأمم التشديد على أنفسهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قول يا سيدي. فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال فيما لا يفيد، لكن السؤال المفيد هو نصف العلم. كثرة السؤال فيما لا يفيد، أما السؤال فهو نصف الإيه؟ العلم. اختلافهم على أنبيائهم عدم طاعة الأنبياء، فالأنبياء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال نبيهم يمين قالوا شمالا، هذه معنى اختلافهم عليها أنبيائهم. قول يا سيدي. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لأننا لا نستطيع أن نأتي بالأمر كما هو، لكن على الأقل نحاول تنفيذ الإيه؟ الأوامر. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم. مسلم. نهانا عن شيء نتركه، لأن الرسول لم يأمر إلا بخير ولم ينهى إلا عن كل إيه؟ شر، وما ينطق عن الهوى. وهذا صاحب الشريعة الذي نتأسى به قولا وفعلا وتقريرا وصفة، وهي أنواع السنة كلها، سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة زوائد أو صفة أو شمائل. نعم سيدي. الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. هنا بيتكلم عن إيه؟ حاضر حاضر، مش مع بعض.
الحج له إحرام مكاني وإحرام زماني. إيه الإحرام الزماني؟ شوال. أنا عايز أنام ولا استغفر الله. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ التثاؤب كثير ده معناه في مشكلة سيد خير. إيه الموضوع كده؟ ممكن 40 كيلو ذهب اللي أنا حوشتهم يسرقوا؟ 40 كيلو فيها زكاة يا عبد القادر؟ 40 كيلو ذهب في زكاة ولا ما فيش؟ 40 كيلو بلغت النصاب؟ بلغت، عشان كده أنا لا أريد 40 كيلو، هيدفع زكاة كتير قوي صح؟ كلما كان المال قليل كانت الزكاة إيه؟ قليل. خلاص 40 كيلو ما شاء الله. صلوا على النبي. ميقات زماني شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. الميقات المكاني منه تدخل في الحرم، قبله أنت في الحل، قبله أنت في الإيه؟ في الحل. فين الحرم؟ الحرم هنقول الأزهر الشريف. فين الميقات؟ جامع الشيخ صالح الجعفري. جامع الشيخ صالح وانت نازل انت في الحرم، قبل الشيخ صالح صلاح سالم ومنشيط ناصر انت في الحل. يعني ايه حرم؟ يعني المكان التي تحرم فيه بعض الافعال. لو محرم تقص الاظافر، وضع الطيب، الشعر، الجماع كده. طيب ده بالنسبة للحاج أو المعتمر، لكن غير كده يحرم قطع شجره، التقاط اللقطة، فهمتها؟ أدي معنى إيها حرم. جاء إبراهيم عليه السلام ورأى نورا، نور كتير كده، فأخذه جبريل ووضع على النور علامات فصار من العلامات إلى الكعبة حرم، من العلامات إلى الخارج الحل. فهنا وقت بمعنى حدد الرسول صلى الله عليه وسلم المواضع اللي تكون بداية للحل، زي التنعيم. عندما تدخل التنعيم في مسجد عائشة نصفه حل ونصفه حرم. يعني انت دلوقتي بعد الغسل او الوضوء تدخل مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، تعمل ايه؟ تصلي ركعتين، تقرأ الاولى الفاتحة والثانية الكافرون، الفاتحة والكافرون، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص، ثم بعد ذلك تقول لبيك اللهم بعمرة. اين المكان؟ في النصف الاول. طب من قال لبيك اللهم بعمرة وهو في النصف الأمامي؟ ها؟ قالها داخل الحرم، فإما أن يذبح خروف أو يعود، لأنه أحرم بعد الميقات المكاني. فهمت يا ابني؟ وسترى هذا موجود، حدود الحرم موجود. طيب إيه المواضع؟ ست. هن لهن يعني لأهلهن ولمن أتى بعدهن. أنت بتيجي الأزهر من فين؟ من السابع، بتمشي شارع صلاح سالم. طب أنا جاي من العاشر، شارع صلاح سالم. طب أنا جاي من التجمع، شارع صلاح سالم. بعد التجمع النهائي السويس، أنا جاي من صلاح سالم. فهمت يا ابني؟ أدي هن لهن ولمن أتى بعدهن. تعال نشوف مع بعض كده. اليمن يلملم، موضع اسمه يلملم. مين خلف اليمن؟ الهند. يلملم مين خلف الهند؟ ماليزيا، اندونيسيا، تايلاند، فلبين، يلملم. طيب سوريا بلاد الشام، مين بلاد الشام؟ الجحفة. الجحفة
مين ورا بلاد الشام؟ مصر، الجحفة. مين ورا مصر؟ ليبيا، جزائر، تونس، المغرب. امشي في البحر على طول، أمريكا. طيب العراق، ها؟ ذات عرق. العراق ذات ايه؟ مين خلف العراق؟ إيران. ورا أفغانستان، ورا الصين. من فين يحرم واحد فرنسي؟ فرنسي ده جاي من فين؟ فهمت؟ ماشي، أوروبا. يبقى آخر أوروبا يقف فين؟ ها؟ يقف بلاد الشام، تركيا الشام. يبقى من هنا. طب أهل مكة يحرمون من منازلهم، يحرمون من فين؟ إلا العمرة، يخرج لأقرب مكان في الحل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد 6 مواضع اعرفها والله غالب. نعم، هيركب طيارة إما فوق المكان أو محاز للمكان. لما تروح العمرة إن شاء الله، أنت مصري، تركب العمرة رايح فين؟ رايح على مكة. قبل أن تصل الطيارة إلى جدة بربع ساعة كده، نص ساعة، الطيار بيقول إحنا داخلين على الميقات. فجأة الطيار يقول إحنا فوق الميقات، يبقى آدي الميقات أهو، وأنت فوق. أول ما توصل فوق بتحرم. فهمت يا ابني؟ طب اللي ماشي بالباخرة، أدي الميقات وأدي الباخرة، أول ما تيجي الباخرة بتحرم. فهمت؟ اللي راكب أتوبيس خلاص راح المكان. نعم، يلا سيدي. ها، إيه؟ نعم، أعمل له إيه؟ أحرم ولا ما أحرمش؟ يبقى يعود أو يسبح. ممكن لو رأى، المهم يخرج للحل. يخرج لمين؟ للحل. إيه المشكلة؟ قول يا سيدي. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام جحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل نجد اللي هم مين؟ الرياض. قرن اسم المكان. شباب يعني انتوا ليه عاملين طريق في الوسط كده؟ ما تعال يا ابني كده شوية، تعال يا ابني، تعال تعال، خش 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 يا ابني، خش، تعال يا ابني، يلا عشان المرة الجاية نحن نختم وسنقرأ 40 كاملة. عندنا إجازات يا مبسوط؟ في إجازات كتاب ده؟ يلا يا سيدي. ولأهل اليمن يا لملم، ولأهل العراق ذات عرق. مع العلم في ذلك الزمان لم يوجد عراق، لأن الذي بنى مدينة الكوفة سيدنا عمر سنة 15، والذي بنى مدينة البصرة سيدنا عمر سنة كام؟ 16. فما كانش في عراق. هذه من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار بالغيب. قول يا سيدي. قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ولمن يأتي خلف المدينة. ذو الحليفة معروف بآبار علي اليوم، معروف بآبار علي اليوم. نعم سيدي. فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يعني أهل مكة داخل الحرم إحرامهم في الحج من منازلهم. أما العمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة اذهبي إلى التنعيم، فالعمرة لازم يخرج خارج الإيه؟ خارج الحرم. من فاته الميقات حاجة من 2 المكاني، إما يعود أو يفعل الفدية. يفعل إيه؟ الفدية، في الذبح وفي غيره. قول يا سيدي.
الحديث التاسع والعشرون ما شاء عن الله. أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغدير، أخرجه البخاري ومسلم. البيع لغة مقابلة شيء بشيء، طب وشرعا عقد ها على ايه؟ على منفعة، يبقى منفعة على سبيل التأبيد بالإيجار، يبقى ايه؟ عقد على بيع عين او منفعة على سبيل التملك بعوض. لازم التعريف يبقى فيه أركانه. أركان البيع ستة، بائع ومشتري عاقدان، ثمن ومثمن معقود عليه، إيجاب وقبول، صيغة. إيه شروط البائع والمشتري؟ بالغ عاقد، وإن كان المراد بيع مصحف اشترط في المشتري والبائع كمان أن يكون مسلما. على مذهب الإمام الشافعي يكره أن أقول بيع المصحف، ولكن أقول هبته، أقول إيه؟ هبته. طيب أذكر شروط المعقود عليه. أن يكون طاهرا، بيع الخمر حرام، بيع الكلب على مذهب الإمام الشافعي حرام. اتنين، مقصودا، أنا لا أعمل إعلان حتى أبيع حبة أرز، حبة واحدة فقط، تعمل بها إيه؟ الله أعلم. هذه منفعة غير مقصودة. مقدور على التسليم، بيع السمك في الماء ما ينفعش، معلوم للمتعاقدين. ليه؟ لأنه لو لم يكن معلوما للمتعاقدين لصار فيه الغدير، يعني الغبن، والبيع اللي فيه غبن وخداع باطل. بيع الحصى حرام. ليه؟ لأن فيه برضو غبن. ما معنى بيع الحصى؟ في واحد اثنين ثلاثة أربعة، مولانا نعم أنا أبيع بخمسة جنيه، ما شاء الله تفضل خمسة جنيه، امسك حصى تحدف ترمي، إذا جاء عند واحد خذه، اثنين خذه، ثلاثة خذه، أربعة خذه، هذا بيع باطل. الله أعلم، قد أحدف الحجر على شيء عظيم، وقد أرمي الحجر على شيء حقير، الإسلام ما فيش هذا الكلام. طيب البيع له ثلاث أنواع، والرابع بيع المنافع. بيع عين المشاهدة، مولانا نعم أنا عاوز أشتري موبايل أهو، مولانا لونه إيه؟ انظر يا أبو جهل أهو، ماركته إيه؟ يا أعمى القلب أهو، مولانا نعم في جراب ولا ما فيش جراب؟ حضرتك ألا ترى يا جيلة؟ اللهم إني صائم، في جرابه يعني أنا عايز أعرف الموبايل ده فيه كم كاميرا؟ أنا مش عارف ده كاميرا ده ولا الكاميرا الصغير، فين الكاميرا الأول؟ الكبير ده إيه؟ واتنين صغير ده إيه؟ واحد كاميرا واحد كشاف، يعني ده ثلاثة كاميرا بس، يعني كيف نبيع الكبير بالصغير؟ يعني لازم لما نقول اثنين كاميرا كبير واحد صغير، استغفر الله العظيم، اهو امامك فلا اعتراض. اصل يا مولانا انا اشتريت منك الموبايل ولا اعرف فيه كم كاميرا، انا قلت لك الموبايل امامك اهو، اسمه بيع عين ايه؟ حلال، حلال امامك. بعدما اشتري انا ارد ليه؟ اصل ده في ثلاثة كاميرا انا عايز ستة، مولانا كان امامك وانت تشتري، في ستة ولا ما فيش ستة؟
مفيش موبايل ستة؟ يخرج يعني هو في موبايل اسمه ايه ده؟ 26 ابل مفيش، هيجي من 10 سنين كان في 14 ما كانش في 14 كله آت ايه قريب ان شاء الله في الجنة يا ولاد ان شاء الله، او انت داخل الجنة كده تلاقي الملائكة وانت داخل كده تديك ايفون، بس ايفون في الجنة ما شاء الله لا يأكل انترنت، في الدنيا بيأكل انترنت جوعان، موبايل ايفون ده دايما جوعان استغفر الله العظيم، ما عندوش عنصر رضا، لكن اوبو او بي بي او عظيم قوي من الموبايلات اللي فيها بركة والله انا بحبه قوي ده صراحة، لكن سامسونج ده اعوذ بالله منه اعوذ بالله، فكرنا يا حمزة في ليلة الاسراء في ليلة 27 يوم الاثنين ندعو على عفيف وعلى عبد الرحمن وعلى مقصد وعليك ايضا، كل اللي جابوا تليفون اي سامسونج ده اللي احنا خسرنا فيه ده انتوا الاربعه ان شاء الله انا مش مسامح والحساب على الصراط خلاص، بل يمتد غضبي عليكم الى سابع حفيد من احفادكم خلاص، وانا لا اسامح في كل من شارك في هذا الموبايل، جابوا لي موبايل ب 11000 جنيه اشتغل 11 شهر فقط، يقول لك ده سامسونج ده سامسونج يعني ايه سونج يا مقصد؟ والله سام يسوم سونجا، يلا كله خير كله خير كله خير، لكن اوبو استوراقي الله جميل قوي. طيب خليك معايا بقى فيما اقول مولانا، نعم انا مسافر ماليزيا ما شاء الله ما شاء الله، تاكل دجين وتاكل دجاج والحمد لله، عاوز ايه؟ انا عاوز اشتري موبايل لونه ابيض ماركه سامسونج، مواصفاته 3 كاميرا مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه، بكام؟ $500. جاء الموبايل، انا بائع خلي بالك انا بائع، كل المواصفات موجود، يبقى الحمد لله البيع صحيح، واسمه بيع، بيع عين موصوفة فين؟ الاوصاف ليست هي، يبقى البيع باطل. انا عايز سامسونج جاب لي اوبو، انا عاوز 3 كاميرا جاب لي 2 كاميرا، انا عايزه ابيض جاء اسود، انا عايزه مثلا يعني مش 2 شريحة جاب لي شريحة واحد، يبقى كده ايه يا مولانا؟ الاوصاف غير منعقدة، بيع عين غائبة ده حرام ده، يعني يا مولانا اديني انا ساشتري لك موبايل من ماليزيا ماركته ايه؟ ماركة عالمية، وهو كله عالمي مفيش ماركة محلي، 2 كم كاميرا ما تحب، يعني ايه ما تحب؟ انا عايز 50 كاميرا، ده اسمه جهالة، لونه ايه؟ لون ملكي، يعني ايه لون ملكي؟ اللون الملكي ده اللون الاسود، بس خلي بالك يقول لك لون ملكي الاسود، بس ملكي يعني حاجة ايه؟ حاجة عظيمة ملوك. طب بكم فلوس؟ سعر مناسب، سعر ايه؟ النتيجة ايه مولانا؟ النتيجة لازم تحصل اختلافات، يبقى البيع ده ايه؟ باطل. انت راح تركب تاكسي عاوز كام؟ اللي تجيبه، ما اذا قال لك اللي تجيبه يبقى لازم منازعة، تدي له 20 عايز 30، تدي له 30 عايز 40، لو في عداد خلاص عداد الحكومة حددته يطلع 10 جنيه يطلع 5 جنيه، لكن هو لا. فهنا قبل أن تركب أنا نازل السابع هتاخد كام؟ 20 30 40، اتفق إن المؤمنون عنديها عهودهم أو شروطهم كما تشاء. أي بيع في احتمال الخداع يبقى البيع ده بيع باطل،
حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، حكمه ايه؟ التجار تبيع قبل بدو الصلاح، النتيجة إما يربح فيخسر الفلاح، وإما يخسر. طب نعمل إيه؟ نديكم مثال. الرجل الطيب اللي احنا بنشوفه عند الشيخ سعيد ده، عارفه الصعيدي ده اللي يمزح ده، ده تاجر موز، يشتري موز من الأرض الكيلو بعشرة جنيه قبل بدو الإيه؟ ليه؟ عشان الموز يباع ب15 جنيه، يبقى في ربح ولا ما فيش ربح؟ في ربح. حصل مشاكل، صار يباع الموز ب6 جنيه ونصف، يبقى الراجل ده يخسر ولا يربح؟ يخسر 3 جنيه ونصف. 3 جنيه في ما اعرفش كم مليون كيلو، فيخسر ملايين. لكن اذا بدا صلاحه وصار صالح للأكل، احنا عارفين يباع بكام، يبقى فيه حساب. طب أحيانا يشتري ب10 يكون الموز يباع ب50، خلاص الموضوع انتهى، احنا اتفقنا مع الفلاح الكيلو بكام؟ ب10، يبقى التاجر يكسب 40 جنيه. احتمال يربح احتمال يخسر، الشريعة لا تحب هذا، لأن هذا أمر فيه غبن، والشريعة قامت على رفع الغبن والظلم عن الناس. ومن هنا لا يجوز بيع الزرع قبل بدوها صلاحه، مراعاة للمتعاقدين. طيب قول يا ابني. بيع المنافع كحق المرور. يعني ايه حق المرور؟ انا لما اشتري قطعة ارض 200 متر وانت 200 و200 و200 و200، مفيش شارع، فإحنا بنشتري أرض، صاحب البيت هذا وصاحب البيت هذا يتنازل عن 3 متر، وهذا 3 متر يكون الشارع 6 متر. اليوم صار منظمات الحكومة في المجتمع العمراني، فالحكومة تنظم والثمن يوضع على ثمن الأرض. لكن في الماضي عندما تذهبون ناحية الشيخ سعيد الدح كده، ترى بيت من زي الساحة بتاعت الشيخ سعيد، شوف تدخل من فين؟ من باب فقط، جوه الساحة كبيرة، البيت بجواره كله في الشارع، لكن ملوش جوه كتير. في بيت في الخلف لا يوجد له أي منفذ إلا باب صغير، كان موجود كده زمان، واحد يأخذ على الشارع، واحد يأخذ في الداخل، لكن جاءت مشكلة، كيف نمر؟ اللي ساكن في هذه الساحة كيف يمر إلى الشارع البعيد؟ لازم ممر، فهذا الممر نحن نشتري، لكن عندما نشتري صار لنا فيه حق الإيه؟ المرور فقط، وحق المرور ده حق انتفاع. نعم سيدي. الحديث 30 عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. هذا الحديث يتكلم في الربا. هذا الحديث يتكلم فين؟ الربا زيادة أحد العوضين على الآخر في معيار الشرع. معيار الشرع يعني المكيل والموزون، مقادير. أنا أريد أبيع كيلو أرز ب2 كيلو أرز، أعمل إيه؟ كيلو أمام كيلو، جيد، وبقي كيلو زيادة، اسمه ربا الفضل. ربا الإيه؟ طب أنا أبيع وأؤخر القبض، اسمه ربا اليد. طب أنا أجعل زيادة في مقابل التأخير، هذا ب15 جنيه، بالأجل ب20 جنيه، اسمه ربا الإيه؟ النسيئة.
هذه أنواع الربا الثلاثة. لا عبرة عندي في بالجودة، يعني كيلو أرز وكيلو أرز، كيلو أرز جيد ب20 جنيه، كيلو أرز غير جيد ب10 جنيه. لو أنا أعطيك 2 كيلو أرز غير جيد وبالمقابل كيلو أرز جيد، ربا ولا ليس ربا؟ الحوار مفتوح. عايز جواب، ربا ولا مش ربا؟ أيها النائمون الصائمون، ربا ولا مش ربا؟ ألم أقل لا عبرة بالجودة؟ لسه الآن أنا قلت لا عبرة بالجودة. الحل إيه؟ يدخل عنصر ثالث، كيلو الأرز الجيد ب20، كيلو الأرز غير الجيد ب10، يبقى دخل الإيه؟ الثمن. لكن لا عبرة بالجودة ولا الصنعة. غش في ايه يا بنتي؟ انا عندي علم وكل حاجه، انا عندي كل حاجه، انا لا اغير كيلو ارز الا بكيلو ارز. فهمتيها؟ كيلو رز بسمتي بكام؟ كام النهارده؟ 60 ولا 70؟ 50؟ 50 جنيه. طيب كيلو ارز غير بسمتي بكام؟ 30؟ يبقى كيلو بكيلو. ازاي يا مولانا؟ كيلو ارز امام كيلو ارز، لو قلنا 2 كيلو ارز عادي مع ارز بسمتي يبقى كده فيه زياده في معيار الشرع، يبقى ربا الفضل. الحل ايه؟ البسمتي ب50، الرز الفلبيني مثلا اللي بيتباع في مصر ب30، خلاص. فهمتي؟ يبقى دخل عنصر ايه؟ المال. العلة في الربا، العلة في الربا اتخذت من الأحاديث 2، المطعومية والنقدية. يعني ايه المطعومية؟ اهو البر اللي هو القمح، الشعير، التمر، الملح، 4 هم العلة فيهم الايه؟ مطعومية. طب والذهب والفضة العملة النقدية، أدي علة يا سيدي الربا. لكن 50 كيلو ذهب ب10 كيلو فضة ينفع ولا ما ينفعش؟ يا راجل يا راجل، أجيب 2 كيلو ذهب مثلا مثلا و3 كيلو فضة ربا؟ ربا. ربا ولا مش ربا؟ ليه ربا؟ ليه؟ اعرف الدرس بقى. شروط الربا 3، التماثل كيلو بكيلو، 2 القبض هاء بهاء يدا بيد، 3 الحلول الآن. إذا كان الصنفين ربويين من جنس واحد أنا عاوز 3 شروط، أرز بأرز، قمح بقمح، ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير. يبقى كيلو قمح بكيلو قمح، سواء بسواء. فضل فضل الآن، فضل فضل مقدور على تسليمه. خلاص يا شباب؟ فإذا لحظة، فإذا اختلف الجنس، ذهب بفضة، أرز بقمح،
عاوز شرطين، الحلول والقبض، ولا يشترط التماثل. فممكن كيلو ذهب بثلاثة فضة، وممكن كيلو فضة بخمسين كيلو ذهب، أنا مالي؟ كيلو أرز بعشرة كيلو طماطم، مفيش مشكلة، لأنهم اختلفوا فين؟ فإذا اختلفوا في الجنس فبيعوا ما شئتم، يعني لا يوجد تماثل ولكن يوجد الحلول والقبض. قول يا ستي. لا انت الله يسعدك، ايه قولي برضه، انت شكلك من المستثمرين، تقعدي مع مقسط كتير، شغلها معاك يا مقسط، تشتغلي مع ام مقسط خلاص، وشغل اسعد برضه معاك. يا سلام يا سلام، وانا بسأل حكي حكي في رمضان، ينفع كلام ده؟ ست سارة، سيدة سارة الشهيرة بإسراء، برضو تحكي، اللهم إني صائم. بيحصل في مصر إني أنا زوجتي معاها خاتم ذهب، عيار كم؟ 3 جرام، 21، 18، 24، هذا الذهب المشهور في بلادنا، 3 انواع بس، لكن انتوا عندكم في 8 وفي 3 وفي 2 كمان، يبقى في ذهب 18، في ذهب 21، في ذهب كام؟ 24، خلاص. طيب فانا زوجتي عندها خاتم 3 جرام، فذهبت الى الرجل قالت له تفضل خاتم 3 جرام، انا عاوزه خاتم ذهب 3 جرام، قال لها تفضلي 3 جرام أمام كم؟ إلى هنا في مشكلة؟ ما فيش مشكلة، حلال حلال، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال تعالي، هو أنا ماذا ربحت؟ أعطيتيني خاتم 3 جرام، أنا أعطيتك 3 جرام، أنا عندي كهرباء وعندي ماء وعندي ضرائب وعندي عمال وعندي وعندي وعندي. قالت ماذا أفعل؟ قال كيف تأخذين 3 جرام ب 3 جرام؟ طب نعمل ايه؟ فأخرج لها خاتم آخر 2 جرام. ليه؟ قال علشان أنا لازم أربح ولازم آخذ يعني عملي و و و و و، فرجاء خذي 2 جرام وأعطيني كام؟ 3 جرام. حكمه باطل. ليه باطل؟ ذهب بذهب يبقى سواء بسواء، يبقى ده اسمه ربا ايه؟ ربا فضل. استنيني بس، انا عارف انا عارف انت عايز تقول ايه. ده اسمه ربا ايه يا استاذه؟ فضل. يعني ايه ربا فضل؟ يعني ايه ربا فضل؟ 2 جرام قصاد كام؟ واحد قصاد واحد، واحد قصاد واحد، ادي الزيادة. الحل اني انا كتاجر لازم اربح يا ابني، انا فاتح محل وعندي اولاد وعندي ضرائب وعندي يعني عندي مسؤوليات، فكيف انا لا استطيع ان ادفع التزاماتي والاسم انني ابيع؟ تعرفون جحا؟ جحا ده كان يبيع الحطب خشب 4 بدرهم والخامس مجانا، ثم ذهب إلى زوجته فين الفلوس؟ قال ما فيش فلوس. طيب فين البضائع؟ قال ما فيش بضائع. قالت كيف فعلت؟ قال كنت أقول للناس 5 4 مجانا بمال وواحد مجانا، فيأتي الرجل ويقول أما بمال أنا لا أريد، لكن المجان أنا أريد. قل له تفضل. فجحا باع كل المجاني ولم يتبقى معه ايه؟ شيء. فاحنا مش جحا. طب نعمل ايه؟ انا اشتري منها شراء عادي. 3 جرام بكام؟ ب 2000 جنيه، اتفضل. حضرتك عاوزه ايه؟ عاوزه اشتري الخاتم ده 3 جرام.
بكام؟ ب 1500 جنيه. اتفضل. يبقى الحل هنا يا بنتي يدخل عنصر ايه؟ ها تالت، وهو الايه؟ المال. فهمتيها؟ عشان اللي بيبيع بيبيع الجرام بياخد مصنعية 100 جنيه 200 جنيه الله اعلم. ادي الربا، فاذا اتحد الحكم ايه؟ تماثل، حلول، والقبض، اتحدوا في الجنس. اختلفوا في الجنس، تقابض و مين؟ مش فاهم ايه الاموال الربويه. الاموال الربويه النقدين، الذهب والايه؟ المطعوميه. مين مش فاهم؟ يلا. الحديث الحادي والثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عتق. معنى الحديث: أنا ورثت عبدا من أبي، في عبد أنا أخذته من أبي ميراثا، لكن أنا لم أخذه وحدي، أخذته أنا وأخي، فصار العبد ده مبعض. يعني إيه مبعض؟ عبد عندي يوم السبت، وعبد عند أخي يوم الإيه؟ الأحد. فأنا جئت وقلت: يا فلان، نعم أنت حر لوجه الله، الله يكرمك، الحمد لله. فجاء أخي قال: كيف فعلت هذا؟ أنا لم أوافق. إيه الحكم في الشريعة؟ صار يومي السبت حر، ويوم الأحد يوم أخي عبد. فهمتم يا شباب؟ ده اسمه عبد إيه بقى؟ الشريعة ماذا قالت؟ قالت لي أنا، عشان أنا صاحب الحرية، اشتري نصيب أخيك وأعتقه. ماذا قالت الشريعة؟ ماذا قالت؟ اشتري أنت، مش أنا الراجل الطيب الكريم، اشتري نصيب أخوك عشان العبد يبقى حر. ومن أعتق رقبة في سبيل الله أعتق الله رقبته من نار جهنم. فخلاص، فأنا ذهبت إلى أخي وقلت له: بكم تبيع النصف الثاني؟ قال لي: 5000. قلت له: تفضل يا عبد، أنت حر في سبيل الله. هذا جميل قوي. السؤال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أنا صاحب العتق الأول، ليس عندي مال أشتري، ولا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ النتيجة: ما دام ليس عندك مال تشتري العبد، فصار العبد مبعضا. هنعمل إيه؟ ليس عندي مال. هنا العبد المبعض يجوز أن نعطيه من مال الزكاة ويكون حرا. يا كده كام حديث؟ كام كده مقصد؟ بيقول إيه اللي بعد كده؟ الحديث الثاني والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة كانت أما ثم صارت حرة. ثلاث سنن يعني ثلاث أمور الشريعة أعطت أحكام بسبب بريرة، منها أنها كانت أما ثم صارت حرة وزوجها لا زال عبدا، فالشريعة خيرتها: تريدي فسخ العقد لأن الزوجة حرة والزوج عبد، أو تجلسي وتتحملي؟ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حاجة
آجت لي بزوجي فاختارت المفارقة. أهو أدي أول حاجة حصلت. اتنين، دي جميلة أوي، ودي الحديث، إن بريرة كأمة فقيرة واحد من الناس أعطاها كيلو لحم، تفضلي يا ست بريرة. شكرا. مين سيدة السيدة بريرة؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فذهبت بريرة إلى بيت عائشة تطبخ اللحم في إناء من نحاس أو من خشب. خلاص، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يشم رائحة الإيه؟ ها؟ لحم. فنام الرسول يستيقظ أو بعدما صلى أو يا شباب، نعم، أحضروا الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بخل وشعير أو خبز، طعام اللي هو العادي. إيه يا أولاد، أنا شامم رائحة إيه؟ فين اللحمة؟ ده الحديث عندك أهو. فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، فطبخناه وأخرجناه لله. ليه؟ لأننا نعلم أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل من الصدقة. مش الرسول لا يأكل من الصدقة؟ فقال الرسول مبدأ أصولي جميل، قال صدقة على بريرة، ومن بريرة لنا هدية. صدقة على مين؟ بريرة. على بريرة، عشان بريرة فقيرة. صدقة على بريرة، لكن علينا إحنا صار إيه؟ ها؟ هدية. فهمت؟ يقول لك الهدية لا تباع. ليه؟ تباع لأني أنا أمتلكها بالقبض، فما دام أنا أمتلكها بالقبض أبيع. الهدية لا تهدى، إيه المانع؟ واحد أعطاني ده هدية وأنا لا أريد فأعطيته لواحد آخر، إيه المشكلة؟ فالهدية تهدى وتباع وكل حاجة. بما تملك الهدية؟ بالقبض. بالقبض. يلا سيدي كمل. كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم. أدم يعني طبخ، من طبخ البيت، زي الخل كده. كان النبي يقول نعم الإدام الإيه؟ الخل. نعم. ها، فقال ألم أرى برمة على النار؟ في برمة إناء يطبخ فيه، اللي هو مصنوع من خشب أو نحاس. نعم. ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال وعليه عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. جميل أوي. يبقى عندما أخذته من المتصدق صدقة، وعندما أعطته لنا يعتبر إيه؟ أدي حديث جميل أوي من ناحية الأصول. كده إحنا قرينا كم حديث مقصد؟ 42، 32. طيب إن شاء الله يوم الخميس القادم يا سيد حمزة نحاول نيجي بدري، نحاول نيجي بدري، 1:30 تماما، علشان معظمكم لم يكن حاضر معنا، فكيف نعطي إجازة؟ فهنشرح الثمان أحاديث الباقية شرح باختصار كما أفعل، بس أسأل الله يكون مفيد. هل هذا الشرح مفيد يعني؟ نحن نشرح باختصار يعني، فعندما نشرحه لكم باختصار يكون يعني فاتحة خير، نقرأ كتب كثير إن شاء الله. بعد ذلك سنقرأ 40 حديث كاملة، هتاخد مننا في حدود 20 دقيقة. خلاص، فرجاء رجاء حاول تيجي، وإن شاء الله يعني تأخذون الإجازة. لو في سؤال أنا تحت أمركم. في سؤال؟
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. يلا خير روح بسرعة عشان ما فيش وقت. اللي هذا ما يفيد. الحاخير وصاحب. كمان بديك نعمل لنا الكوب. ابعتولي بس انا اقول لك على الكوب الثاني تعملها. اقتربت صلاة العصر. اغلق يا ابني. الجوهرة اللي معانا في الجوهرة بعد الصلاة ان شاء الله.